أخبار اليوم. مصر بلد جميلة قوي، بلد سلام وبلد أمان. مصر حضارة 7000 سنة، كل بقعة في مصر في جمال. ربنا ادانا خير كتير قوي، يعني بنشكره، ادانا نعمة كبيرة حقيقي. يعني شرم الشيخ والغردقة ومرسى مطروح والساحل الشمالي والعين السخنة والنيل وبحر أحمر وبحر متوسط، عندنا خيرات. وفي كل مكان في مصر فيه جمال، عندنا الأقصر وأسوان، عندنا تلت آثار العالم، نعمة عظيمة تخلينا من أعظم الدول السياحية. الأحداث اللي حصلت في مصر احنا طبعا بنأسف ليها، أكيد حادث الطائرة نأسف ليه، لكن هو طبعا شيء يعني بره إرادتنا وإحنا بنرفضه، وفي نفس الوقت إحنا بنقدم التعازي طبعا لأهالي الضحايا في روسيا، وبنقول بس ده ما يمنعش إن السياحة تستمر، الحياة لازم تستمر. الحادث الأليم اللي حصل ده ممكن يحصل في أي مكان في العالم، إحنا بنشوف إن إيد الإرهاب بتطول العالم في كل مكان. شفنا الأحداث حصلت في فرنسا، شفنا في لبنان، شفنا الإرهاب بيعمل إيه في سوريا وبيعمل إيه في ليبيا، يعني الإرهاب موجود في أي مكان في العالم. الحادث ده حادث قدري، نأسف لكل الأحداث السيئة الإرهابية، لكن في نفس الوقت مش هنقاطع أي بلد عشان حصل فيها حدث إرهابي. بلدنا هتفضل جميلة وهتفضل قوية، مفيش أي حادث ممكن يأثر عليها. وأنا واثقة إن إحنا المصريين كلنا هنقف جنب السياحة وهنعمل رحلات سياحية، وبندعو إخواننا العرب وبندعو كل الناس من كل أنحاء العالم، بنقول لهم بلدنا بلد سلام، بنمد إيدينا ليكوا بالسلام وبالخير، وبنقول لكم بلدنا بلد أمان. الشعب المصري شعب مضياف وبيحب يقابل السياح أجمل مقابلة، وبنتمنى لهم يقضوا وقت جميل في مصر. فأنا متأكدة إن كل سائح هيجي مصر هيستمتع بجمالها وبأثرها. أنا امبارح كنت في المتحف المصري، كنا بنحتفل مرور 113 سنة على المتحف المصري. بلدنا بلد عريقة، بلد أصالة، بلد حضارة، وهتفضل مصر منارة للعالم كله. ربنا يوفقنا، وإحنا في انتظار إخواتنا وأصدقائنا وأشقائنا العرب إنهم إن شاء الله يشرفونا، وزي ما كانوا بيجوا يحضروا أفلامنا ويحضروا مسرحياتنا ويستمتعوا بالفن المصري، هيجوا وهيستمتعوا بالسياحة المصرية، وإن شاء الله السياحة المصرية تعود كما كانت وأحسن بإذن الله.